بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وزانه بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، وجعله آيته على امتداد الأحقاب، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه فرقانا وجمع بين يديه كتابا وديوانا وبين بسيرته وسنته تبيانا، فوفى بحقوقه حتى استوى على سوقه. اللهم فجزي عنا أفضل ما جزيت نبي عن قومه ورسول عن أمته. اللهم آسي الوسيلة والفضيلة وعث المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، فقبل الشروع في تدبر النداء الرابع من نداءات سورة الحجرات المدنية، نقف عند آية الحصر أو آية القصر الواقعة قبل النداء الرابع، يعني قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لنرى كيف أن هذه الجملة وهذه الآية توسطت، أي وقعت موقعا وسطا في الصورة، غاية في البراعة والبداعة وحسن النظام. فقد جاءت تعليلا لأوامر تقدمت تتعلق بوجوب قتال البغاة ووجوب الإصلاح الذي تكرر مرتين سنقف عنده، ثم جاءت ليفرع عليها الأمر بإصلاح مطلق بين الإخوة متى ما حصل ما يجب ذلك. وهذه الجملة إنما المؤمنون إخوة تفيد بهذا التعبير قصر المبتدأ في الخبر، والقصر هنا عند أهل البلاغة قصر الدعاء، أي قصر مبالغة. الغرض منه تأكيد الصفة بأبلغ ما يكون من تأكيد، حتى كأن غير الأخوة من بقية صفات المؤمنين لا تعد شيئا إذا ما قورنت بوصف الإخوة، كأن المؤمنين ليسوا سوى إخوة، تنوسيت بقية الصفات من أجل تأكيد هذه الصفة التي هي صفة الإخوة. والإخاء في لغة القرآن وفصاحته يرجع لمعنيين محوريين: التماثل والتواصل. نقول في اللغة: هذا أخو فلان، بينه وبينه صلة، أخوه في كذا يشبهه إلى حد التماثل. ومنهم قولهم: أخية الفرس للرباط، اللجام الذي يلازمه أو الرباط الذي يلازمه، ففيها الترابط والتواصل والتماثل، محاور لفهم معنى الإخاء في لغة الكتاب. وعندنا في لغة الأصول أو في فقه الأصول أو في منهج الأصوليين أن الحكم إذا علق بمشتق أفاد معنى التعليل أو آذن بالتعليل. فهنا يقول ربنا: إنما المؤمنون إخوة، معناه أن أخوتهم هي بمقتضى إيمانه. يقول تعالى مثلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي لسرقتهما. العلة واضحة، لأن الأمر أو الحكم علق بمشتق. فالمؤمنون مؤمنون، مؤمن اسم مفعول، اسم فاعل، واسم مفعول من المشتقات المعروفة. وعلق الحكم الذي هو الخبر هنا وكونهم إخوة على مشتق، فأفاد معنى التعليل، أي هم إخوة بمقتضى إيمانه.
ولذلك لما كان الأخوة هذا الشأن أعيدت في مقام الإضمار، أبرزت، بدل ما يقول ما يقول القرآن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهم، هذا مقتضى نظم حتى يقول كلاما يعني لا تكرار فيه، إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقرئ في العشر يعقوب الحضرمي بين إخوتكم. نعم، التثنية هذه باعتبار أن كل واحد من فردين هو أخ للأخ، هذه مبالغة، معنى الإخوة في المجموع، ولكن حين نبدأ بالجذر نبدأ بأخوين، أو حتى كنا الطائفة كأنها أخ في الاعتبار لكثرة التضام، كلها معان قرآنية بديعة ينبغي الوقوف عندها. وقرئ فأصلحوا بين إخوتكم، قراءة متواترة عشرية يعقوب الحضرمي، فكانت هذه واحدة، والتاء والياء عندنا في مرسوم المصاحف ترسم في المصحف الأول بدون نقط، فلذلك احتملت القراءتين، فكل ما وفق وجه نحوي وكان لرسم احتمال نحوي وصح إسناد هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. مرسوم المصاحف الهمزة والخاء والواو ورأس، ورأس صغير يحتمل النقطة تاء وياء، فجاء الإسناد المتصل من طريق الرواية الشفوية بالتاء وبالياء، فقبلنا كل من جهة ثبوته، ووافق المصحف الذي رسم من غير نقط، وهذا أصل من أصول إثبات قرآنية القرآن. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذه الآية توسطت لما؟ وحين أعلل دائما التعليل يكون اجتهادي ليس على سبيل القطع، وقد طلب منا أن نتدبر القرآن بمداخله وبشرطه، ولم يعب أحد على أحد في المفسرين أن يزيد معنا أو يقف على إضافة، شرط أن لا يغير أوضاع اللغة ولا يتطاول على ما ليس له أصل أو فيه سلف. توسطت لأن المقام في الصورة مقام التهذيب يرجع لرعاية جانبين عند الاختزال، نختزل الأشياء ونقربها، احنا الآن قرب مقترب إن شاء الله من نهايتها، وتبدأ الصورة إن شاء الله تفذ لك وتجتمع لتصبح نقطة نور واحدة، لا نزيد عليه إن شاء الله. هناك جانب النبوة، كان الصورة جانب النبوة ولا لا، الذي ينبغي أن يراعى، وكان جانب الأخوة، جانبان قطبا تعاقد أو قطبا بناء يبنى عليهما كل قيم الصورة التي بشرت بأصول المكارم. جانب النبوة قد سبق بعض ما يتعلق به، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مدح الذين يغضون أصواتهم، تعريض بالذين بالسفهاء والجفاه والجهل الذين ينادون النبي من غير اعتبار ولا مراعاة، أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى يدخلوا. جانب الأخوة بمقتضى الإيمان يربطنا بجانب النبوة، لأننا متآخين بما أننا مؤمنون، أليس كذلك؟ والإيمان إنما عرفناه من جهة النبوة، إلا إيمانا بلا نبوة، إيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، ومن الواسطة في استقدام الغيب إلينا في عالم شاء إنه قنطرة النبوة، فحصل الوصل بين الجانبين. إذن الانتقال من نبوة إلى أخوة هذا مش انتقال إلى منفصل، إلى متصل، انتقال إلى متصل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذه الجملة اللي فيها القوة، قوة الحصر وقوة التفريع، فأصلحوا ما داموا كذلك، وجب عليكم بمقتضى الإخاء المنبني على الإيمان، الإيمان المتصل برسول الله ونبوءته، أن تصلحوا.
إلزام الأمة بضرورة أن تحمل منهج الإصلاح ومبدأ الإصلاح فيها فيما بينها. الإصلاح هو سد الخلل الناجم. وشان أصلحني، وإلى اليوم عندنا في بعض الجهات يقولون المصلحة، يعني إما للمكنسة التي تزيل ما عرض على الفناء، وإما المصلحة للمخيطة. وناس في بلاد من بلاد الإسلام وبلاد العروبة يسمون هذه، نحط البربر عندنا في الجبل، بعض الأشياء التي يصلحون بها شيء يصلحون المصلحة، هات المصلحة بمعنى ما يزيل الفساد، والطارئ أو شبهه ولو شوبا يعكر الصفو، يقول هات المصلحة. إصلاح يدين بأن خلل ما تقدم وفساد ما حصل. سبق لنا أن الآيات التي قبل هذه تتكلم عن نوع من الشرخ ومن الفساد ومن الفصل المخالف لمعنى الأخوة، دل على التواصل، دل على التماثل، إخوان على سرور متقابلين. إذن الإخاء قائم على التقابل للتقاتل للتدابر، تراني بعينك وأراك بعيني، وترعاني وأرعاك، والبسمة متبادلة، واليد في اليد. صور التقابل الإخائي ملحوظة. قوة هذه الآية إنما المؤمنون إخوة ليسوا سوى ذلك، كأنهم إذا فرطوا في إخوتهم أصبح إيمانهم كما يقولون بين معترضتين أو في محل الشك، محل الاتهام. هل هناك إيمان بدون إخوة؟ ما عندنا. من ذلك جاء القصر. قبل هذاك التباغي فإن بغت إحداهما الذي حصل. الإسلام هي له أسباب ليتفادى. أولا، وإن طائفتان من اقتتلوا هموا بالاقتتال فأصلحوا بينهما، فإذلك جاء الصلح غير مقيد بشيء. والمراد إن شاء الله المبادرة إلى تلافي الأسباب، أسباب القتال، خصوصا إذا قلنا بأن اقتتلوا بمعنى أرادوا الاقتتال، وإطلاق الفعل على إرادته أو مقاربه وارد في لغة الكتاب كثيرا جدا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج. وهل المتوفى يعني الذي مات يوصي؟ هل المتوفى يوصي أو الذي قارب الوفاة؟ إذن محتضر. ولذلك قالوا بوجوب الوصية عند الاحتضار، استحبابها قبله ووجوبها عنده إذا كان له ما يوصي فيه، هذا الاتفاق، كان له ما يوصي فيه من أرض الديون وكذا واستفاء الحقوق وكذا وما يمكن أن يضيع، فإنه يجب عليه. في ذلك جاء في القرآن وصية، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. هذه الآية فيها كما تعرفون هناك من نسخ، نسخت بآية الموارد. الصلح عند حصول بوادر الاقتتال لتلافي الأسباب، هذا الصلح الأول. قل لي مازال ما حصل الخلل، لكن حصل الخلل، هذا الخلاف، وعرفنا بأن الخلاف منشأ القتال، أي منشأ الاختلاف قد يؤدي إلى خلاف، والخلاف قد يوصل إلى نزاع، والنزاع قد ينتهي إلى اقتتال. والله تعالى في سورة البقرة في آخرها، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، يعني اختلفوا فاقتتلوا. إذن هناك خلاف يؤدي إلى اقتتال، وهناك اختلاف مشروع قد يؤكد الصف. اختلاف ما يجوز فيه الخلاف رحمة، والخلاف فيما لا يجوز فيه الخلاف شر ونقمة. ومالك والشافعي، أبو حنيفة الإمام التابعي، على هدى من ربهم ورحمة، والاختلاف نعمة للأمة. اختلاف مجتهدين علق أحد الأئمة بعد قال لاختلاف المتعصبة فيهم فقد أساءوا إليهم،
خلاف رحمة، قال لاختلاف المتعصبة فيهم فقد أساءوا إليه، هو كلام سديد. ولذلك الصحابة حصل فيهم اختلاف في موارد معينة بالكثيرة في مسائل الفقه والاستنباط، حتى إنهم جمعوا لابن عباس وحده رضي الله عنه وأرضاه 70 مسألة أو تقاربها خالف فيها الصحابة كلهم، ومع ذلك ما سقطت رتبته ولا غير منصبه ولا أزيلت لقبه بحبر الأمة وترجمان القرآن. هذا يدل على سعة صدر الصحابة لتقبل الخلاف الجائز. نحن نضيق بالخلاف لأننا لم نفهم معنى الخلاف أولا ولا معنى الأخوة، فلذلك أي شيء يشوش على الأخوة لأنها غير ثابتة، رصيد الأخوة ضعيف، أي طارئ يقسم ظهر البعير كما يقول أي طارئ. إذا صح الود منك لأخ ما أو قريب ثم ترى ما يشوش عليه، بالله عليك إذا كان الود مكينا فإن هذا الخلاف لا يجد سبيلا ولا فصا، تؤوله تعذره تدفعه تحمله على أحسن محامله. لكن حين تكون الوصل منك ضعيف أقل شيء تسيء الظن وتقصو في الحكم الإصلاح الأول فأصلحوا بينهما إصلاح تلافي، ثم يجي بعدها فإن بغت، لم تستمع للصلح ولا أصغت بأذنها للمصلحين وتطاولت على الأخرى، فالواجب ردع الظالم، ردع الظالم كفوا عن ظلمه، نناصر المبغي عليها دفاعا، وهو نوع من النصرة حتى للذي بغى. قال صلى الله عليه وسلم مسلم قل انصر أخاك ظالما، قل صلى الله عليه وسلم ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال نحجزه عن ظلمه، لأنه نصرته على نفسه الباغية، نصرته على نفسه. ثم بعد الردع إذا كانت الفيئة فرجع إلى أمر الله، أي إلى ما أمر الله بالإصلاح، من الإصلاح إن الله يأمر بالعدل ويأمر بالإصلاح، والذي أمر أصلحه. فإن فاء ورجع إلى الصلح الذي دعي إليه أولا، طولبنا نحن الفئة التي تريد أن تصلح طولبنا بالإصلاح بقيد آخر وهو العدل. فذلك الإصلاح الأول لم يقيد، فأصلحوا بينهما، الثاني فأصلحوا بينهما بالعدل. لماذا؟ لأنه حصل ما يجب العدل أي الميزان، وهو أنه بعد الاقتتال كانت هناك متاليف وإصابات، وقد تكثر وقد تقل الخسائر، فكيف يكون الإصلاح الثاني إصلاح تداركي؟ كيف نتدارك؟ وهو إزالة آثار البغي. كيف تزال آثار البغي؟ للعلماء تفصيل طويل وجدوا في الفقه، في فقه الجهاد وفي فقه قتال أهل البغي وغيره، أن المتالف التي حصلت في قتال البغي هل يضمنها التالف أو لا يضمنها؟ خلاصة المسألة وعندكم شيء منها في الأحكام، أن المتالف إذا كانت من بغاة بتأويل، يعني بغاة بالتأويل، البغي قلنا أنا قد يكون بغير تأويل، حمية وغضب ونوع من فسوغ لنفسه أن، وهذا يحصل حتى في قتال الأفراد، حتى في خلاف الأفراد، قال شتمني قال كذا، وهناك بغي بتأويل ويدخل فيه ما حصل في تاريخنا من بغي باسم التأويل على أساس من تأويل، فهم بأن هذا ينبغي أن يقاتل أو ينبغي أن يرد عليه أو ينبغي أن يواجه. إذا كان قتالا على تأويل فالمتالف لا تضمن، لا يضمنها المتلف. قالوا لما؟ قال لأن فيها جبر للخواطر وقطع للطريق على أن ينفر هؤلاء، ونحن بصدد الصلح. لكن إذا كان بغير تأويل فالضمان قائم،
وإن كان مذهب عندنا المالكي يعني المشهور فيه أنهم لا يضمنون أيضا، ده هو للمصلحة. ومنهم من أحالها على الولاة، على عقلاء الولاة، هم الذين يقدرون هذه الخسائر وكيفية جبرها، أو يتولون جبرها من بيت مال المسلمين إذا كانت مصلحة الجمع تقتضي ذلك. وأتذكر موقف للإمام علي، وقد نقله الإمام القرطبي رحمه الله، صهر الولي الإمام علي رضي الله عنه، وقصته مع البغاة الخوارج من الحاروريين مشهورة، كيف عالج بغيه، هم خرجوا عليه فلا بد وهو إمام من يؤدبهم، لأنهم دعاهم وعرفهم وأراد إزالة شبهتهم وأرسل من يناقشهم في مسائل التي بها خرجوا عليه. ومع ذلك لما سأله الحارث الأعور وعندكم هناك، قال له ما تقول في الخوارج، كفروه وكفروا الذين معه واستباحوا دماءهم، ولكن لم يخرجوا من الإسلام، سبق لنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، البغي لا يزيل اسم الإيمان عن صاحبه رغم هذا اللون من لون العدوان. فلذلك الأخوة لم تنتقض، وهو الذي بنينا عليه وجوب الإصلاح بينهم، مش يصلحوا بينهم وخد خلفه. قال قيل له أكفار هم؟ السائل يريد أن ينتزع منه أن هؤلاء كفار ليستبيحته الآن جماعه، قال كفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا. شوف الشهادة من إمام، احنا تنحفظوا المسائل المفيدة في تاريخنا. هناك من يقرأه على طريقة النحل، تذهب إلى الرحيق فتمتصه وتصنعه العسل، هناك من يقرأه على طريقة الذباب، يسقط على القذر فينقله جرثومة لإشاعة الوباء والمرض. هذا من المشاهد أو من بؤر النور في تاريخنا الذي ينبغي أن تحفظ ويبنى عليها. والإمام علي كان مشددا في مواقف كثيرة، قال من الكفر فروا، ما منهم، هم يقاتلون ويستحلون دمه، ما يستحلون يعني في بالفعل وبالتأويل، لأن عندنا الاستحلال إذا كان بتأويل أو بمجرد الفعل لا يكفر صاحبه، ده الاستحلال مقيد، ما لم يكن بتأويل يعني تأويل أن هناك شبهة، وإذا قويت قوي العذر، وكانت مضان التخفيف في تنزيل الحكم. قيل له أمنافقون هم؟ ليسوا كفارا، أمنافقون؟ قال لا، إنهم أصحاب الليل، يقوم الليل. وفي رواية إنهم يذكرون الله كثيرا، والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، قدامه ما يستطيع يكذب على عدوه، شو الإنصاف من نفسك؟ ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان، أثر عمار في صحيح البخاري، الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار، أن تنفق وما عندك إلا القليل وتضحي. الآخرون ينفقون في سبيل الله، ما نحن ما ننفق، ما عندنا شيء، الإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. المسلمون دعاة سلام، ولا يعني السلام المسالمة الدنيئة أو السلم الذليل، نريد سلما مسلحا قويا، يعني مش تقول السلاح يبلك دائما القرصنة. قد من جمعهن فقد من استكملهن فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك
والإنفاق من الإقتار وبذل السلام لله. قلت: فقال له السائل الحارس: فمن يكونون؟ فمن هم إذن؟ هم من هم؟ قال: إخواننا. تابهم زين، هل أسقطوا قوتهم؟ أنا تسقط قوة الواحد لخلاف بسيط، أرق الدماء. إخواننا أي في الدين، لا يزالون مؤمنون، بغوا علينا، ظلمونا. وزاد، وهذه كملوا بها الرواية، زاد: ولهم علينا، حتى ينقل السائل لهم الرسالة، ولهم علينا ثلاثة نعطيهم إياها. شنو هذا؟ فتح باب المصالحة بشروط فيها غاية الحكمة وغاية السماح. أولا ألا نبدأهم بقتال، ما لم يبدأونهم احنا نرد فقط، لا نهاجمهم، في رسالة إلى أننا لا نريد قتالهم أصلا، أنتم الذين اضطرتمونا لقتالكم، بعيد رغبة في قتالكم. وتانيهما ألا نمنعهم من الصلاة معنا. أسيدي لا، مساجد مؤممة هنا، مساجد لا يدخلها إلا السلفيون أو لا صوفية، اطردوهم من الباب، أو العكس، مزاج شوفيني ضيق، أشبه ما يقول يعني ما أدري، أعرابية تحمل اسم الإسلام، يعني عروبية تحمل اسم سماحة الإسلام. وثالثها إذا قاتلوا معنا أي عدونا لا نحرمهم من الفيء أي من الغنيمة. دعوة: إذا كنتم بالفعل أشداء، إذا كنتم أشداء فلتكونوا أشداء فين؟ على العدو. أنا هذه النخوة التي بزت منكم وهذا الطموح الذي حصل فيكم يبدو أنكم مجندون لخدمة الإسلام، فليكن هذا مع أعدائنا والفيء بيننا. ترغيب، كل هذه الكلمات فيها الترغيب. لا نبدأكم بقتال، ولا نحرمكم من فيء، ولا نسد مساجدنا في وجوهكم. اختصار، ومعنى لا نسد مساجدنا، إذا صليتم أئمة فنصلي خلفكم، وإذا صلينا فلتصلوا خلفنا، والجامع جامع كاسمه، يجمع ولا يفرق، جامع كاسمه جامع، لا ينبغي أن يدخل المسلم إلى الجامع وفي نيته أن يتدابر. المزاج الأعرابي لا يزال شائعا فينا، دخل المسجد وما فيه الحد الأدنى من مدنية الجمع، للذين يجتمعون مع بعضهم ويسبر بعضهم على بعض متمدنون راقون في طباعهم وفي فهمهم، لكن الأعرابي ساعد يقطع كل شيء، ما لماذا أصبروا على الآخر؟ يروح عنجهية فارغة لا تبني. ثم لا بأس بالتذكير بمناسبة موقف الإمام عليه من الخوارج بموقف من قبله من البغاة، أي موقفه من البغاة. ففي عهد الخليفة الصديق بغت طائفة على الإمام بغير قتال في الابتداء، منعت الزكاة، اسمه العصيان المدني، وتمردت على واحد الواجب من الواجبات، واجبات الدولة الإسلامية لسد الخلل في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. فقال الله: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها رسول الله قاتلتم عليها. وقال: لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، هذه مبادئ وهذه شعائر، وخصوص مع التمرد الجماعي. ونزل إليهم وأدبهم، وما رأى واستصوب المسلمون والصحابة بإجماعهم ما فعله الصديق، أدبه. وكان هذا أصلا في قتال البغاة. في زمن خليفة عجمان بغى عليه المصريون، هذو الذين بغوا على الصديق، بغاته اليمامة
حي كبير من حي العرب يسمى حي أبي حنيفة، حي أبي حنيفة النعمان. فهادو الذين كانوا ومن ضم إليهم من بعد مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة، فحاول أن يغريهم بأنهم أيضا هو مرتد، الذين آمنوا بنبوءته ارتدوا، وضم إليه أجنحة الذين منعوا الزكاة حتى يكونوا صفا واحدا، فنزل إلى تأديب الجميع الذين ارتدوا الذين منعوا الزكاة وأدبوا. في هذه الخليفة عثمان كان خروج البغاة من مصر على الإمام ذي النورين، وكان من رأيه واجتهاده ألا يقاتله، وقال لن أخلف رسول الله في أمته بسفك دمها، والله لأصبرن على ما بشرني، لقد بشرني بالجنة على بلوى تصيبني. فصبر وما أذن لأحد ببدء بقتال ولا بالرد، وكانت الأمة ساعتها مطيعة لأئمتها لأنهم كمال، فوجب عليهم طاعة ولتهم فسلموا له في الأمر، ما أقدر حد مرأيلي. قالوا سيدي رأى الإمام يقول، ما استطاع حد أن يتجاوز، وكف الله بموقف هذا الدماء، حقن الدماء، ما سقط دم من بعد قتله، كأنه كان فداء لكل ذلك. وفي عهد الإمام علي كانت معارك أخرى، منها معركة الخروج، هذه معركة المحكمة، وكان معها خروج معاوية في الشام، خروج الحوز الزبير. وأهل العلم فسروا هذا اللون من ألوان الخروج بخروج التأويل، وهو وجه سديد، لأن معاوية كما تعلمون كان من عمومة سيدنا عثمان، من أي عمومته، وكان يقرأ قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أنا وليه، ولي دمه، فلم يكن ينكر خلافة علي ولا أهليته للإمامة، ولكن قال له مشروطة، أبايعك بشرط أن تسلمني قتلة عثمان، أنا وليه وقد جعل الله لي سلطانا. كان من رأي الإمام علي أن لا يبدأ بقضية القصاص، وهذا مفوض للإمام إذا ارتعى باجتهاده أن يؤخر ألوان من الأحكام لمصلحة كبرى، كان له ذلك. ثم شيء آخر اخطأ فيه معاوية رضي الله عنه وارضاه، وهو أن البيعة لا يقبل فيها الشرط، احنا عندنا في الإسلام البيع لا يقبل فيه الشرط، نهى الله عن بيع وشرط، خصوصا إذا كان الشرط ينافي أصل العقد، فكان يشترط عليه شيئا من خصوصيات الإمام، وهو تنفيذه لأحكام القصاص، وهذه من مهام الإمام. فكان الإمام يقول له بايع أولا ثم من بعد نعقد مجالس القضاء وأقضي أنا فيه باسم الإمامة، هو يريد أن ينتزع قسما من الإمامة ومهامها قبل البيع، وهذا شيء يتنافى مع أصل العقد في البيع. فلذلك قال أهل العلم هؤلاء كلهم متأولة، والمتأول لا يضمن ولا يطعن فيه، يعني الطعننا هو السب والشتم واللعن، وهذا مستباحه الكثيرون من المتقدمين والمتأخرين، عملهم الله بما يستحق وأفسدوا البلاد والعباد. سئل الإمام الحسن، شوف أجوبة السلف عن هذه الفترة، هذه وهي فترة خير، ولكن حصل في هذا البلاء، ولا تقاس الأمور بالأقل فيها، لا نؤرخنا بفترات السوء ولا باللحظات التي تكون سوداء. قال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شو الجواب القرآن كذي لنا؟ ثم قال من بعدها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تطلبوا المغفرة إلا لمخطئ، احتمالنا ربنا اغفر لنا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، وأبينا إلا أن نرسخ الغل في قلوب المسلمين إزاء صحب النبي الكريم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد في العهد الأموي سئل عن هذا الخلاف فقال: تلك حروب طهر الله منها سيوفنا فيجب أن نطهر منها ألسنتنا. وفي العقائد نقرأ في كتب العقائد تحت السنة والجماعة: ونجب السكوت ويجب السكوت عما شجر بين صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله، ونسوي بين البغاة أي الذين خرجوا باجتهاد والذين وقفوا في وجوههم هم الفرقة المصيبة موفقة باجتهاد، وبين الذين اعتزلوا الفريقين ومنهم عدد من الصحابة، ولهم أيضا تأويل نظروا إلى الأحاديث والآيات التي تحذر وتذكر بخطر قتل المسلم، وتذكروا الآيات التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيف الفتنة اللي هي القتال بين الإخوة، من مثل قول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الفتنة فاتخذ سيفا من خشب. أبي هريرة كان يذكره: ما نتخذ سيفا من خشب، سيف ولكن من خشب، تهيب به ولكن لا تقطع، سيف ولكن من خشب، لأن الحرب بين إخوة. فللذين اعتزلوا والذين قاتلوا بتأول الجميع إن شاء الله بين مأجور أجرين، بين مصيب مأجور وبين مأجور أجرا واحد لخطئه، ولهم من المناقب والمكارم والمواقف في باب نقل الشريعة وفي باب الدفاع عنها، في باب الجهاد الأول وبناء دولة الإسلام الكبرى، لهم ما يغمر هذه الهنات التي ليست بشيء إذا ما قرنت في بحار ما قدموا في جبل الإسلام. تلك رؤيتنا وذلك الذي نرى إن شاء الله، وتدل عليه الآيات وترشد إليه الأحاديث، ومن رام خلافه فقد خالف نهج الجماعة، هذا نهجه، نهج الصالحين ونهج الربانيين بإذن الله. ورأيتني معلك فوقف من البغاة. وكلمة أخرى لأحد التابعين سئل عن هذه الفترة، احفظوا ولا نقل الإمام القرطبي هناك لأن هذه الدرر خصها تسجل وحدة، قال: حضر أصحاب رسول الله وغبنا، وعلموا وجهلنا، واختلفوا واتفقوا فتابعنا، واختلفوا فتوقفنا. ثم زاد فقال: وهم أدرى منا فيما دخلوا فيه، وهم أورع في شرع الله من كل سفيه. هل الجمل الخمسة هذه درر؟ نبدأ هنا نعود نقرأ تقرأ تكتبوا نعمش. قول سيدي البداية الأولى، قل الأولى، ذكرني بالأولى. حضروا وغبنا، معنى حضروا وغبنا هم شهدوا هذه المواقع وهذه الفتح، والمشاهد قريب ومستحضر للصورة ومستجل للأسباب، الغائب يقرأ قراءة الغائب، كم يفصله وكم هي الحواجز بيننا وبين التصوير الصحيح لما حصل، حتى الأقلام المنصفة المتوازنة البريئة النزيئة في كتابة التاريخ وصول تاريخ الفترة، إنه ما تجد إلا أقلام فيها حيف. حضروا وغبنا وعلموا وجاهلنا، علموا الأسباب، علموا لا من جهة الفقه ولا من جهة الأسباب الواقعية لهذا الوان من البغي، واتفقوا على أشياء في مثلنا فتابعنا، معنى وجب علينا أن نتبع فيما اتفقوا فيه، قالوا هذه الفئة الباغية وهذه الفئة المنصورة، واستدلوا عليها بآثار عمار الفئة الباغية وكان مقتول من طرف فريق عثمان، فاعتبروا أن هذه باغية وكونها باغية لا يخرج عن الإسلام، بدليل فإن باغت إحداهما على الأخرى. واختلفوا فمنهم من قاتل ومنهم من اعتزل ومنهم من خرج، فوقفنا، هذا ينبغي، معناه لم نقطع
بتكفير أحد ولا بلعن أحد ولا بسب أحد، وقفنا تحرسا. وكانوا أعلم منا بما دخلوا فيه، مسلم وصحابي وناقل لسنة النبي وفيه لمسند من يعني يحفظه من أحد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف، وكان في هذه المعارك وكان في هذه المواقع، نقول احنا أعلم منه بما دخل فيه. لأنه دائما الإنسان حين يدخل في شيء أو يختار يكون اختياره بحسب علمه، حين تكون أقل منه علما كيف تعترض عليه فيما دخل فيه؟ ثم قال زاد: وكانوا أورع في دين الله من كل سفيه. يعني كانوا يتحرون فيه، يعني يستبيحون الدماء ويتطاولون على الحرم. وعجب للواحد يقرأ التاريخ بغير هذا اللون من الألوان فهم معنى من هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كن هم كيف كانت تلكم الغرس الموصوفة في قول الله كزرع، هو محمد صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه، شوف زرع النخل نبات، يعني زرع نبات، نبات النخل كده يقول أخرج شطأه، تعرفون النخلة كيف تنبت الشطآن من حولها، فآزره شده فاستغلظ فاستوى على سوقه وأتى ثماره وأتى. صورة للجمع، صورة للتواصل، ذلك مثلهم في التوراة، التفافهم حول النبي والتحامهم به وكونهم يكونون معه جدرا واحدا، ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج، أما مثلهم في التوراة فهم مثال التبتل، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وصفوا بالتوراة في العبادة الزائدة، بالعبادة قوية، وفي الإنجيل بالوحدة القوية. وهذان وصفان في كلمة التوراة والإنجيل، لأن الأمة التي نزل فيها التوراة ونزل فيها الإنجيل احتاجت إلى إبراز هذا النموذج الذي سيجي المغري بأن يكونوا على نهجهم في التعامل مع نبيه، وليحفظوا هذه الصفة حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم على آله عرفوا صفة صحبه فيه معه. إذن أبرزوا بمثال التبتل في الإنجيل ومثال التكتل في التوراة، لأن المعاناة الكبيرة مع موسى مع التوراتيين مع اليهود كانت معاناة في الجمع، كانوا لا يجتمعون للنبي، كل شيء يمزقهم ويخالفهم ويرجعون إلى ما كانوا عليه. انظر في القرآن كيف تحدث عنهم لما ذهب موسى لميقات ربه، تأخر قليل عبدوا عجل السامري، اقطع بهم البحر فارجع لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون. يعني سريع النقد لكل أصول الوحدة حول النبوءة. وفي التوراة كانت المشكلة مشكلة المادة، وكان نموذج الأرقى عندهم ونموذج المتبتل الرهباني متراهب، فجيء بأن رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، الصوم والجهاد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله في أخوتكم فلا تضيعوها ولا تنقضوها ولا تدعوا البغي يطالها، وإن طالها من أحد فانصحوا ثم انفحوا، دفعوه يعني قاوموا، يعني ردوه إلى صوابه، اصلحوا الخلل. وتكرر الأمر بالإصلاح ثلاثة، مرة في البدء وثانيا بعد حصول ما يجب الإصلاح مع العدل جبر للمتالف، ثم جاء الثالث مطلقا عاما يقول لنا عليكم بالإصلاح حفاظا على أخوتكم لتبقى في مستوى فوق التنازع فوق المنازع، لأن أخوة مرتبطة بأصل عقائدي عالي، ولذلك هي تقضي على أخوة النسب،
ولا يقضي أخوة النسب على أخوة الدين أبدا، لا تقضي عليه. قد يكون هذا أخو مسلم بينك وبينه صلة، ولكن لا تقطعه مثلا الخلاف في الأنساب، لا يقطعه، ولكن قد يكون نسيبا هو وإياه، ولكن تخالف الدين، لم يكن بينك وبينه إخاء الدين، فيبقى أخوته النسبية دون ذلك إذا اختلف. فلا توارث بين مختلفين في دين، ولا تزاوج بين مسلم وكافر. فالإسلام قاض على أخوة النسب وليست هي بقاضية عليه، وهذا يدل على سموها وعلوها. والذي يشعر بهذا إشعارا قويا مجيء الجمع، جمع أخ يجمع على إخوان، الغالب فيه إذا كان من غير النسب يجمع على إخوان، هذا تصرف اللغة، وإذا كان في النسب يقال إخوة، هذو إخوة في النسب وإخوان في الدين، وتعالى إخوانا على سرور متقابلين، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة القرآن. ولكن النكتة هنا في الإتيان بجمع الإخوة في النسب في موضع جمع الإخوة السبب، سبب الإيماني هو الإشارة إلى أنه أشد وأمتن وأرتقى. فلا تتصور أن أخوة ما تقضي على، دعك من أخوة الحزب وأخوة الوظيفة وأخوة اللون، أي الاتفاق، يعني الاتفاق تعالوا نتحالف على أخوة ما فنجمع الملونين وحدهم، وأخوة في اللون، أخوة في عرق، أخوة في الوظيفة، أخوة في حزب ما، في موقف ما، لكن فوقها أخوة تربطك بالله العلي على ونبيه الأجل فوق الوزي. وهي التي تلغي هذا الأوان من الإخاء الضيق فيلتقي الأسود والأبيض والأعجمي والعربي والوضيع والرفيع نسبا والحسيب الذي لا حسب له، ونقول الأصول كله. ولذلك البيئة الأولى أو خير القرون جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الروح، فكان صهيب الرومي وكان سلمان الفارسي إلى جنب الصديق إلى جنب الفاروق الأسدي إلى جنب من قبائل العرب العتاة وصلاة الذين يتقاتلون على أصولهم النسبية إلى جوار هؤلاء. من جمع قلوبه الله ورسوله، لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بك، أي بك، شي واحد يكمل الشرك، هذا الشرك هو ما في، هو ما في ذهنك من مصايد الشر، الشبكة عندهم في ماذا شي حاجة تغرب البيئة بوحده، قال من غربال الناس انخلوا. فأصلحوا بين أخويكم أو إخوتكم واتقوا الله في الأرحام الإيمانية أن تقطعوها، واتقوا الله في الذين قطعوها أن تدعوهم وشأنهم، لا قوموا، لا تقطع أنت الإخاء فقط بل ساهم في لأم الصدع، رأب الصدع إذا انقطع، إذن فيكون الأمر بالصلح الختامي الذي هو عام يخاطب الفئة الباغية بتأوينه بدونه، والفئات المبغية عليها باش تقبل التاهي أيضا في موضع الجبر والفئات التي تريد أن تردع أهل البغي التي تريد الإصلاح، كل مخاطبون بالصلح إما فعلا وإما تقبلا. إذا كنت أنت مصلحا بالفعل فإذا الآخر لم يتقبل هذا الصلح لم يقع الصلح، فلا بد فيه من فاعل وقابل. فلذلك الإسلام لا يمنع من أن يوجد في بلاد المسلمين مؤسسات تصالحية، مؤسسات للإصلاح، عينها على بوادر الخلاف، وتحاربه ثقافيا قبل أن تحاربه في الواقع حين يظهر، وهذا من دعوة الإسلام للإصلاح. بادروا إلى اجتتات أسباب الخلاف أولا، وده هو منطق الإصلاح الراقي، ولا ننتظر حتى إذا خربت البصرة كما يقولون، ضاع كل شيء، نأتي لننادي نداء ضعيفا ومن موقع خافت
يا أيها الناس ارجعوا، من يسمع ده؟ يستشر الفساد ويغرى البغاة بمزيد من تطاول وينتهي كل شيء. في المجتمع المسلم أيضا لا بد من قوة رادعة تؤدب البغاة، إذا لم يفد تبقى هذا. قد أصنع رسولنا بالبينات، وزن معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد. الكتاب أصول التشريع، أصول الاعتقاد، والميزان أصول العدل في الأقضية عند الاختلاف. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وهو أيضا لا بد من الحاجة إليه، واقعية الإسلام في كل شيء. واتقوا الله في أخوتكم فلا تقطعوها، وإذا قطعت فصلوها، وإذا حصل ما يعكر صفوها فأزيلوا، تلافيا في الابتداء وتداركا في الانتهاء. ما هي الهبة والعطية السخية التي سنجنيها ونكتسبها من وراء القيام بأمر الله؟ هو أن يتحول المجتمع إلى مجتمع مرحوم، لعلكم ترحمون. الله، ولعل هي في أصلها تفيد معنى الترجي، والترجي هو تقريب المأمول، هذا في الأصل ده، يعني تمني ما في تحصيله إمكان، ما هو ممكن الحصول. ثم هي تستعار لقرب الرجاء، لقرب تحصيل المرجو، بل إنها تجي أحيانا للتعليل كما هنا، أي لترحموا فتكون قاطعة في الباب. حتى قال بعضهم ولعل من ربنا واجبة، ما نقول واجبة ثابتة لا تخلف، لأنها إطماع من كريم. إذا قال لك الكريم لعلك افعل كذا وكذا، لعلني أرحمك، هذا إطماع في معنى الوعد، والوعد من الكريم ناجز، وهو من الله. أكثر رجاء وأقرب إلى أن يكون. فإذا قالوا لعل من الله واجبا، يعني في مقامات. لعلكم ترحمون، صور الرحمة تصوروا مجتمعا قلت فيه أسباب الخلاف، وكثرت فيه أسباب الجمع، وقل فيه التدابر بين الإخوة، ومكن فيه لخلق الوئام، وأصبح ما يجمع أقل مما يفرق، ساد فيه التسامح والتصالح تحت مظلة الإخاء الإيماني. في هذا الفضاء، هذا الفضاء الإيماني، الإسلام يريد إخلاق من هذا النوع يؤطرها الإيمان، مش إخلاق مجاملات، إخلاق تجار، إخلاق موقف. احنا في موقف الحافلة ومضطرين إلى أن نتآخى ريتما تجيء الحافلة. مجتمع التبات يريد أخلاق التبات تستقي جدرها من أصل ثابت اللي هو الإيمان، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها خلقا وفضيلة ونبلا وعدلا كل حين، أي باستمرار. لا تستطيع أن تكون الأخلاق مستمرة إلا إذا كان تمتح وتأخذ من منبع إيماني ثابت، معنى ثابت مستقر ومستمر، يعني يترسخ باستمرار. لعلكم ترحمون، مجتمع الرحمة، مجتمع المرحمة، يقل فيه الخلاف وتسعد فيه الأجيال، ويورط فيه اللاحق ميراث سلفه، فيرى أمته بعين الواحدة، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فقال أهل العلم هناك تلازم بين التوحيد والوحدة، بين التوحيد والوحدة، أنا بين التوحيد والوحدة، بين العقيدة وبين خلق الاجتماع، بين التباخي. أقول لكم أنا بين منصب النبوة وبين نعت الأخوة، تابعوا معي. فإذا رأيت توحيد أما والناس اليوم راه كثروا من التوحيد، مش حاجة ممكن. إذا رأت دعوة للعقيدة بلغت غايتها، ولكن لم تثمر إخاء ولا صفوا ولا جمعا، فتشكك
في هذا الذي حصل. لا تدعو إلى إخاء ولا توصل إليه ولا تثمر ألوان من الحب بناء الإيمان في التهمة. هناك خلل ما، هناك خلل ما. وأن هذه أمتكم أمة واحدة الاتحاد، وأنا ربكم فاعبدون توحيد. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. رابع النداءات الإلهية تدعونا إلى الإقبال، الاستلام، بلسة من جديد، الاستلام ما يحيينا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والنداء دعوة وهي من الله نصا. يا أيها الذين آمنوا. وأعظم ما يحيي الأمة قيم الوصل، هذه القيم تحييها وتؤسس لمجتمع الكرامة الذي هو مجتمع الحياة الكريمة والسعيدة، مجتمع التباغي والتضالل والتقسم والانفصال والتذامر، مجتمع غير مرحوم بنص القرآن، ومجتمع غير حي، لأنه الحي فاعل والحي حاضر والحي قوي، ولا يمكن لمثل هذه الخلافات أن تدعنا أقوياء، ستستنزفنا، ستهدر قوانا، ستوصلنا إلى قمة الوهن والضعف. إذا استنزفت قوانا فيما بيننا، فماذا يبقى لغيرنا؟ ماذا يبقى للبناء؟ ماذا يبقى للبناء؟ لا يبقى شيء أبدا. فلذلك مزيد من النداءات الإلهية تشعر بأمرين: الاهتمام بمسألة جديدة تتصل بالموضوع، موضوع المكارم وأخلاق البناء وتجليات الأخوة، ومسألة أخرى وهو ضرورة ألا يتعامل الإنسان مع هذه الأشياء بأنها أشياء يعني كأن بعضها دون بعض، كأنها هي كلها تحتاج إلى ذات الجهد وذات الاهتمام، تشعر بالاستقلالية في التصدي. والإسلام جاء على حين غفلة من الناس وجاهلية جهلة، فكان من بين جبهات تصديه أربع جبهات كبرى، وكلها أشار إليها القرآن، وكلها تنتمي للمجتمع الجاهل. الجبهة الأولى جبهة الظن، ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فساد في الاعتقاد. والثاني حمية الجاهلية، فساد في الإرادة، غضب زائد، عنف زائد، انفعال زائد، حروب بالقبائل لإطفاء الأسباب، ألوان من السباب في الشعر وفي النثر وفي الخطابة، نصف شعر العربي هجاء وبقي غزل اشتهاء. والجبهة الثالثة تبرج الجاهلية، ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية فساد في العلاقة مع الأنثى وهي نصف المجتمع، فساد في بواعث الجنس، في بواعث الاشتهاء، وهي باعث خطير ولا بد من معالجته. حين نعالج الأخلاق لا بد من مد وضع اليد على البواعث في الاشتهاء وفي الاعتداء. ورابعها حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، فساد في الأنظمة المرعية، نظام الكهنوت، نظام قبلي، نظام يأخذ أصوله من
الوان من الخرافة والمواريث الساقطة، جبهات أربع، ولا النبي صلى الله عليه وسلم تصدى لها فأبادها جميعا وأبدل الظن بالإيمان، وتبرز جاهلية باحتشام أهل الإيمان والحياء، وحمية الجاهلية بشجاعة معتدلة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وحكم الجاهلية بحكم الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. النداء الرابع صلته بالنداءات المتقدمة وبالموضوع ككل، أنه يعالج مسألة تتنافى مع صفة التآخي، مع الأخوة. الأخوة تجيب تواضع للأخ وتقديره واحترامه، لأن أقول لكم الأصل فيه أن الإخاء يرجع لمعنيين، تماثل بحال بحالك، تساوين في الإيمان، إحنا إخوة، كما يقول الأخ الأخ شقيق، يعني تزيد شقيق زمان، أنا خرجنا كأننا شقنا عن وعضنا، كنا وحدة ثم شققنا نصفين، أنت شق وأنا شق، إذن لو اجتمعنا أعطينا وحدة. تماثل وتواصل. فلذلك لاحظوا قضية الاحتجاج بالأخوة في باب النزاع. سيدنا موسى حين رجع من ميقات ربه، أول من حد من وجد بني إسرائيل على ما هم عليه من عبادة العجل، ذهب إلى أخي موسى فأخذ برأسه وبلحيته شدة الإيمان، قال لا تأخذ بلحيتي، قل ها أخي، قل أخيه يجره إليه، قل أخيه يجره إليه. قال ابن أم، إن القوم استضعفوني، ابن أم ابن أم، رواية كلها صحيحة في العشر، قال ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا، ابن أمي يعني ابن أمي أخي، فالاستدلال بالأخوة في استدرار الرحمة، وأنه ما كان ينبغي لك أن تسيء إلي، يذكره بالأصل. ذلك هنا تريد أن تقول يا أخي ما تعاملني هكذا، أنا مثلك، هنا الأم هي التي يجتمعون فيها. المسلم أخو المسلم في نهاية الحديث، ولا يحقره، لأنه من مستلزمات إيمانك وإسلامك والأخوة الجامعة بينك، لا تحقره. وفي نهاية بحسب امرئ من الشر، يكفيك شرا وسوءا أن تحقر أخاك المسلم، وبالتالي لا يمكن أن تحقره إلا وأنت في نفسك مستكبر، أنت متكبر، لأن الذي يحتقر الغير يراه بعين النقص منسوبا إليه، لو قارنه بنفسه كان دونه. إذن دائما التنقيص يجيء من ايش؟ يجيء من نسيان الأخوة ومن وهم الكمال في النفس، أنا كامل تعرف غيري ناقص. وأين يبرز هذا اللون من ألوان التنقيص؟ له مظاهر، من جملة تجلياته السخرية واللمس والتنابز في الألقاب، كلها مظاهر التنقص، الذي يجمعها أنها كلها فيها تعييب وتعيير وتنقيص وطعن في الآخر، لكن تختلف، وكانت كلها قائمة في المجتمعنا الجاهلي، ولا تزال في مجتمعاتنا الجاهلية، في بعض المجتمعات اللي فيها جهل تتفاوت بحسب ما فيها من فهم إيماني للإخاء وممارسة للإخاء نفسه. السخرية غالبا ما تكون في المجامع، لا تتعاطى إلا في جماعة،
فيكون تنقيص جماعة لواحد أو لجماعة، ويكون الغالب في قصد أصحابها هو الذهاب بالسخرية إلى حد إضحاك الغير على المسخور منه. سيدنا نوح يقول القرآن أن يحدثنا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لاحظتونا السخرية تكون من الملأ، تكون جمع، وتكون مواجهة، ماشي تكون في الظهر، ها الغيبة أبدا، تخلف الغيبة في هذا. قال إن سخروا منه كيف؟ قالوا عبيب بالتفسير، يصنع الفلك في صحراء لا شاطئ فيها ولا بحر، فقال إيش تصنع الفلك؟ ماذا تريد فيه؟ في هذه الأرض بحر و يعني يلتفتون إلى بعضهم بعضا ويضحكون من نوح ومن صنيعه، أمجنون هذا الرجل؟ ماذا يصنع؟ ثم يسخرون منه. ففي السخرية تنقيص في جمع، وفي على سبيل استدعاء الضحك استضحاك غير، وفي أيضا فيه المواجهة، تواجهه بهذا اللون من ألوان التنقيص، وفيها أيضا استعانة بالمحاكاة، الساخر يحاكي. ماذا يحاكي؟ أنه يمثل مسخور منه في قول أو فعل، يحاكي يفعله مثل فعله ليضحك الناس عليه أو ليضحك الناس منه. كان يغير صفته أو صوته، والسخرية لذلك تعلقت بكل شيء في المسخور منه في الظواهر، لأن الإنسان لا يمكن أن يضحك الآخرين إلا إذا لفتهم إلى شيء ظاهر في المسخور منه، في جسده، في صوته، في كتابته، في خطه، ولو في توبه، في شيء يظهر منه متعلق بظاهر. السخرية تكون من ظاهر للغير ومن ملأ، وعلى سبيل الهزء إلى درجة الاستضحاك، استضحاك الغير. أما اللمز، اللمز فقد عطف عليه لأنه ينحو منحا آخر، فيه تنقص وفيه مواجهة، ولكنه ليس فيه إرادة الضحك، فيه طعن، ولذلك فسر بعضهم به لا يلعن بعضكم بعضا، ما يمشي واحد يلعن شيء واحد فيه حمية وغضب ويريد الضحك عليه، فلذلك السخرية فيها منع الضحك منه، فلذلك عدي بحرف مين وبالباء في لغة ضعيفة، وقالوا سخر منه، وده لغة القرآن، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر، لا يسخر قوم من قوم، ما سخر به هذه لغة فيها ضعف. والسخرية تعديتها بمن لإفادة معنيين، ضحك منه هو يتعدى بنفسه تعديته، وتنقص منه، إذا تنقص على وجه الضحك والاستضحاك هو السخرية. أما اللمز فهو كسمه لمز، طعن في الوجه وفي العين لا في الظهر، هذه واحدة، ولا يكون على سبيل الاستضحاك أو إرادة الضحك، وقد يكون من واحد لواحد لا في ملأ، فهو عام من ذلك. الدينام إذن في هذا النداء مناهي ثلاثة، أو من في مناه ثلاث أو ثلاثة، أولى نهي عن السخرية، السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، ويجمع بنا أنها كلها تنقصات من الغير، كلها فيها تنقص، فالساخر يتنقص مسخورا منه، واللامز الذي يلمزك بعيب فيك هو أيضا ينقص منك ويذمك، سواء فسرناها بأنه الذي يلعن أو الذي يذكرك بعيب ولو على سبيل الإخفاء. قالوا التعييب المباشر على وجه خفي، معنى خفي محتمل لأكثر من عيب، كان يشير إشارة محتملة، سواء كان بيد، بعين، بإشارة، حتى باللسان، فادخلوا فيها كل هذه، لكن لا يكون على سبيل الاستصغار، فإذا يدخلوا في أحيان حتى اللعن.
والفحش والبذاءة، بذاءة اللسان وفحشه، وهذه اللون من ألوان المواجهة بمثل هذا اللمز. قالوا الفرق بينه وبين الهمز أن الهمز يكون باللسان خاصة، وقيل يكون في الخلف، والهمزة إذا طعنه من الخلف، فيكون التعيب بظاهر الغيب لكن باللسان خاصة. لذلك جمعوا في الويل، ويل لكل همزة لمزة، وفعلة الفاعل على وجه المبالغة، فعلة المفعول به، قالوا فلان همزة أي يهمز، وهمزة أي يهمز، سخرة يسخر منه، وسخرة هو ساخر على وجه الكثرة، وهذا مضطرد في فعلة وفعلة إن كان في الصفة. أما التنابز فهو التنادي بلقب السوء، وخص بالتفاعل، لأن النادي ينادي غنه بلقب يستدعي منه حالا أن يرد عليه بلقب آخر، فيما دعيت له قلت له يا فلان ابن كذا وكذا، تستدعي منه في الحين بدون أن يقال لك ها أنا داي ابن فلان أو ابن فلان. فلذلك ما جاش تلامز وما جاش تساخر، جاء التنابز أي التداعي. وهذا أيضا كان شائعا فيه، كل هذه كانت شائعة إبان نزول الكتاب، كانت أمراض في أخلاق الناس، وكانت من عرف الجاهلية. أقول لكم التنقص وكلها يرجع إلى جذر الكبر، المصاصم حين وصف الكبر قال فيه صفته، سئل عن الكبر فقال بطر الحق وغمط الناس، جانب فيه إنكار الحق، هذا الوجه الأول، حق كنت تعلمه تنكره، هذا كبر، هذا لا يدعو لهذا إلا الكبر. وغمط الناس هي الخفض من أقدارهم، الغض من أقدارهم بسبب من الأسباب، فإن أفصحت عنه على وجه الاستضحاك كان سخرية، وإن كان على وجه الطعن كان لمزا، وعلى وجه المنادات على الرؤوس بوصف واسم كان تنابزا. والنبز بالفتح لقب السوء، والنبز فعل ذلك وهو مصدره يعني الحدث. لا يسخر قوم من قوم، قال أهل العلم بالعربية لا مفهوم لقوله قوم هنا، لأن القوم جمع، اسم جمع لا واحد له من لفظه، أو هو جمع لا واحد له من لفظه على الاعتبارين، ومعناه أن هي لا يشمل الواحد، يعني لا يسخر واحد من واحد. شو استدلي تقول كسيدي لا يسخر قوم من قوم، الآية فيها النهي عن سخرية قوم من قوم، فأنا ما داخل، أنا واحد واحد لا بأس، كيف تستدل له أصوليا أنا الشيخ، كيف تستدل له أصوليا بنفس الآية؟ قل سيدي لا مفهوم لي، لا مفهوم، لا لا قل لي لا مفهوم، لا مفهوم للقيد، لا مفهوم، لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج استصحاب الحال أو مخرج الغالب، معنى الغالب في مجالس الاستصحاب أن تكون من جماعة لجماعة، تكون في جماعة، والخارج على الغالب مستثنى من مراعاة مفهوم خلافه. وذلك تمليت عليكم ديك الأبيات من العاصمية في الأصول، هو والأخدوبين مفهومي في المذاهبي ممتنعون إن يجري مجرى الغالب، ممتنع، لا أحد من الذين يقولون بمفهوم يعتبرونه إن جرى مجرى الغالب، كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل نفهم منه أن الربيبة إذا لم تكن في حجري زوجي أمها جاز له الدخول بها؟ أبدا، كان في حجري ولم تكن في حجري، لكن لما كان الغالب في الربيبة أن تأخذها أمها إلى بيت الزوجية الثانية فتربى عندها، جاءت على الغالب في أن الربيبة تربى في حجري أمها أي في بيت الزوج الثاني، فهذا التقييد هذا جرى مجرى الغالب. وكذا قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل له مفهوم؟ معناه اقتلوه إذا ما كانش الإملاق خشية الغنى، ها؟ ولا غضبا عليه أو شيء حاجة من هذا النوع، لا أبدا، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا خشية غيره، لا لسبب ما في إذن بالقتل،
فلذلك إذا خرج القيد مخرج هذا الذي قلنا ينبغي أن يلغى في تعلق الحكم. وهنا الغي ومتى وربائبكم نقطة، كانوا في حجوركم أو لم يكونوا في حجوركم، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا خشية غيره، فدخل فشمل النهي والسخرية على أن لا مفهوم لي لقوم، بل يصدق حتى لو حصلت من واحد لواحد. هذا بنص القرآن، أما الأحاديث ففيها شيء كثير. هذه واحدة. وفي أيضا هذا اللون من ألوان العطف، ولا نساء من نساء، مع أنه حسب الأسلوب الأغلبي أن النساء داخلين في القوم، وإن ذكر بعض العلماء باللغة أنهم إنما يطلق القوم على المذكرين، وهذا لا شر فيه، وهذا ليس لازم حتى في اللغة. بعض اللغويين قالوا ما قالوا دائما إذا ذكر القوم اندرج فيه النساء، ولكن هنا خصوصية تنصيص لرفع إيهام التخصيص، هذا عندهم في البيان، تنصيص لرفع إيهام التخصيص حتى يقال هذا خاص بالرجال، وإلا يقال موسى لقومه يعني للرجال فقط، خصنا نحن إلى قومه يعني للنساء فقط، بعثته للنساء، هذا لرفع إيهام التخصيص واحدة. ولفائدة أخرى وهي أن النساء يكثر منهن الاستسخار ببعضهن، عندهم هذه السلعة رائجة، هذه السلعة رائجة في سوق النساء، فلا بد. اعتقل العلمي الاغتياب مراتع النساء أو الغيبة مراتع النساء، يرتعن فيها، يسرحن كما سرح البهيم، يأكل بعضهن لحوم بعض من غير تورع، وخصوص المجالس، فإذاك السخرية أو سخرية مجالس وفي ملأ. قال أهل العلم والسر في تسمية القوم من الذكران قوما لأنهم يقومون بما لا يقوم به النساء، فإذلك هم قوامون على النساء بما لم تكلف النساء بالقيام به، واحد. والنساء من النسوة بالفتح، وهو تأخير القيام أي تأخير العمل، فهم مؤخرون عن العمل فيما لم يكلفوا به. فحصل من تسميتين أن لكل مجاله، حتى الاسم الذي وضع له في لغة الكتاب كل عنده مجال، هذا فين يعمل؟ نساء بلس. جوابك جواب حالك في اسمك، امسح اللغة، وانت اسمك إنسان حيد إنسان ودير حيوان، هذه أسماء، هذه أسماء معرفة بالذاتيات، فأنت تجاوزها. ويقال نشأ إذا أخر، والنشيئة المؤخر من الدين أجلا أو ربا أو نحوها، نسي. إنما النسي زيادة في الكفر، النسوة أو النسوة التأخير، ومرادنا بالتأخير تأخيرهن عن مقام الرجال فيما خص به الرجال. والقوم قوم لأن لهم فرض عليهم القيام على النساء فيما كلفنا بالقيام، ما نقوم عليها فيما هي مكلفة به أبدا. فلكل إذن مجاله، ولا ينقص هذا من قدر النساء، ولا يجعل للرجال عليهن فضلا بذلك المعنى الذي يريده، وهو الفضل الذي يلغي الخصوصيات أبدا. قال تعالى بعضكم من بعض، وأدمين فيها الوصل، ولكل مقام مقال، في مقام وضع المراتب، الصورة فيها المراتب ولا لا؟ أرد المسائل المرفوعة فيها حفظ المراتب، فلا بد من معرفتها. أخر النساء عن مقام الإمامة ولا لا؟ نعم. كيف تأمر المرأة النساء؟ هذا شيء مما كلف بالقيام به الرجال دينا، وفي مقامات هي أيضا لا تصلح للنساء، وكذلك مواضع للنساء لا تصلح للرجال. هل يحتضن الرجل؟ هل يرضع الرجل؟ هل يتولى شأن البيت الرجل يعني فيما هو من خاص النساء؟ أضف إليها الوظائف التي هي من طبيعتهن في خلقتهن مما ميزن به خلقا، وعلى الخلق يقوم الأمر، الله له الخلق والأمر، وأمره قائم على خلقه، والشريعة على وزان الطبيعة تراعي الفطرة وأصولها،
تتحرفش الأصول، وإنما تبني على أساسها، تصون الفطرة في أصولها وتضمن استمرارها بما يحفظ هذه الأصول. فينبغي لنسائنا أن يتقبلن هذا الموقع، ولرجالنا أن يتحملن هذا الموقع. إذا تخلى الرجال عن قومتهن وقواميتهن ونافس النساء الرجال في هذه القوامية وتركوا بالمقابل ما كلفن به، حصل الخلل. الرجل تخلى عما هو مكلف به وطلب الغير مرتبته من غير استحقاق، فغفل عن ما هو لهن بالاستحقاق، فحصل الخلل. الخلل يحصل، والمسألة كلها آتية من عدم فهم موقع النساء من الرجال في تصور الإسلام. لا بد ما يعرفه. المرأة أخت الرجل فطرة وعقلا ودينا، الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والزوج لا تكاد تميز بين طرفين، زوج الشيء مماثله. لتسكنوا إليها، أي ليتحقق السكن بهذا الاجتماع، ومن ثم قال إليها، أي بالانضمام إليها. السكنة حاصلة باجتماع الطرفين، وهو التمام والكمال. فكيف تحصل السكينة مع وجود هذا التعارض؟ كل يريد موقع الآخر وينازعه فيه. ولا بد من نظر سديد للفطرة أولا وللأحكام المتنزلة عليها، وتفادي الصيحات التي تجيئنا من غيرنا وهم ليسوا على أصولنا، لا في الفهم ولا في المناهج ولا في الاعتقاد. فلذلك ابني على منهجك وأسس على تصورك الإيماني، والذي والله العظيم ليس فيه ظلم. وكيف يكون الظلم في مناهج الله وحكمه؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أصحاب اليقين يعرفون هذه الحقيقة، المتشككة والمرتابون لا يعرفون هذه الحقائق ولا هذه الأصول. ثم يقول القرآن معللا بجملة اعتراضية: عسى أن يكونوا خيرا منهم، في الجملتين. وعسى على بابها من تقريب الحصول، وتقريب الحصول هنا يعني أن الذي يسخر من غيره ينبغي أن يحتاط لنفسه في بابين. أول، إذا لم يكن في الذي تسخر منه ما تقوله فيه وما تتنقصه به يرجع عليك، وإذا رجع إليك كنت بالمذمة والسخرية أحق، وكان هو له فضل عليك إذ لم يسخر منك. الأولى، ونصوص كثيرة من النبوية تدل على هذا. من قال لأخيه يا كافر، وفي رواية يا فاسق، إلا يكونه تحر عليه، وفي رواية باء بها أحدهما، إلا يكونه حارت عليك. ومن حارت عليك؟ بالاستحقاق الإلهي. أنت تسمى فاسقا عند الله وتسمى كافرا عند الله إذا سميت أخاك وليس بذلك، تصبح فاسقا في حكم الله. ويبقى هو خيرا منك إنه ما دمك واحدة. والمسألة الثانية، هو ألا يجيء في احتمالك أن هذا الذي تتنقصه بظواهر في جسده أو في صوته أو في نظراته أو في حركته أو في شيء ظاهر منه، لأن السخرية تتعلق بالظواهر، قد يكون له في باطن الأمر من الفضائل ما تغمر كل هذا الذي اعتبرته نقصا، وربما كنت أنت عاريا عن هذه الفضائل التي لا تراها، فكان عند الله خيرا منك، فينعكس الأمر فيصبح المسخور منه عند الله فاضلا، وتكون أنت قد حقرت ما عظم الله فتعرض لغضب الله، لأن تعظيم المعظم هو من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنه يمتقن. هذا فاضل وينبغي أن يقدر. أنت سخرت منه وتعلقت بظاهر من النقص فحقرته هو عند الله عظيم فتعرضت لغضب الله، والعكس أيضا، إذا عظمت ما حقر الله
هذا من رعونة النفس وفسدها وفجورها، وهو تقليل من المقدس. إن تقليل المقدس أو تقزيم المقدس كتعظيم المدنس كما يقولون، كلاهما بعيد عن العدل في التصور وفي المواقف وفي الأخلاق. عسى أن يكونوا خيرا منهم. وبلغ من تأدب الصحابة واحتياطهم في الباب أن بعضهم كان يخشى أن يسخر من حيوان. سيد عبد الله بن مسعود قال: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوله، أن أحول كلبا. لو سخرت من كلب، أنا ذا ما في تكليف، هو اللي يحس بك الكلب إذا كنت تسخر منه هل يتضرر؟ يعني قصد التأذية ما حصل قح، لأنه سر تعلق النهيون بهذا أن فيه أذية لأنه بحضوره. يعني نتكلم الآن عن أخلاق ورعاية حرمة المؤمن في حضوره، نجينا آيات رعاية المؤمن في غيبته، وهذا ارتقاء من رعاية حضرته إلى رعاية غيبته. نعم أي نعم تماما. قال: أتضحكون منها؟ ثم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم فضل الرجل، قال: والله إنها عند الله لأثقل من أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذه المسائل ويزكي الصحابة بمثل هذه البينات. رجل ابن مسعود حين نظر الصحابة إليها وضحكوا منها. ثم عندنا قال أهل العلم: يستثنى من السخرية ولا يشمل النهي من نصب نفسه للسخرية، معنى كان لا يتأدى بها ونصب نفسه وجعل نفسه مسخرة. قال: الباب هنا باب المزاح، فينظر في بابه، هذا هو عرض نفسه وجعل. قال: أنا هو يريد أن يضحك الناس بالضحك عليه، قال هذا نصب نفسه للمسخرة فلا يشمله النهي. تهجي تعرض له الفقهاء مثل هذا أيضا، تعرض له الفقهاء، قالوا لا يدخلوا في هذا، هذا يحال على باب المزاح وله مقادير معينة. عسى أن يكونوا خيرا منه، ذكر في سبب النزول أسباب وكلها معلق، وكلها ترجع لمعنى تفسير الآية لا لكونها السبب المباشر في النزول. تقول هذه نزلت فيه تهديدا، هذه من ضرب من ضروب التفسير، كأنما نزلت فيه أي في تفسيره، أي في مثل هذه الحال، في معالجة مثل هذه الحال، وليس نصا في التفسير. يقولون بأن سيدنا عكرمة بن أبي جهل أسلم وهاجر، فرآه بعض الذين يعرفون والده والذي سماه النبي فرعون هذه الأمة، قال: هذا عكرمة ابن فرعون هذه الأمة، قال يعرض به، فنزلت اسمه هذا. هذا نوع إذا كان معه ضحك إرادة الضحك فهذا سخرية، وإن كان طعنا من غير إرادة الاستسخار فهذا لمز، لمزة، هذا يسمى أحق بوصف اللمز منه بوصف السخرية. عكرمة عندنا عكرمان معروفين، عكرمة مولى بن عباس وعكرمة بن أبي جهل، وهؤلاء رفعهم الإسلام. ذاك بربري وهذا عربي وأصوله، هذاك مجهولة هذا أصوله فاجرة، ومع ذلك رفع الإسلام. فالإسلام لا ينظر إلى هذه الأصول، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. درة بنت أبي لهب لها في مسند الإمام أحمد أحاديث وأفردها بها في قسم النساء، درة بنت أبي، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لدرة بنت عمه، قال لها: أنت مني وأنا منك يا درة، يخرج الحي من الميت، كافرة من المؤمنة من الكافر. هذا من صورها. ما خصنا نقول هذه درة بنت أبي لهب التي نزلت فيه تبت يذهبي إلى حال سبيلك، لا أبدا. الإسلام لا ينظر إلى هذه النظرات الجاهلية أبدا. دخلت في الإسلام في حمى الإسلام انتهى كل شيء. الإسلام يجب ما قبله ويقطع الصلة به ويقطع استصحاب الوصف القديم لنعت حال الرجل وقد دخل الإسلام أبدا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس أن تسمي الرجل فاسقا وقد تاب، أي بعد إيمانه أي بتوبته، أو تسميه كافرا وقد آمن، بئس بئس صنيع منك،
هذا أحد تفسيري هذه الآية اللي هي جملة الدم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وذكر البعض في السبب أنه مرتبط بقصة بني تميم، وأنه حين دخلوا المسجد لينادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عينهم على أهل الصفة، وكانوا فقراء الصحابة عمار وصهيب وخباب وغيرهم، فرأوا من ظاهر حالهم من الرتاتة والضعف ما استدعى أن يضحكوا، وهم من أشراف العرب بنو تيمية، جاءوا يقول انظروا إلى هؤلاء وسخروا منهم، فنزلت الآيات. وقد اقتصر ابن العلمي بالتفسير على هذا السبب. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. انظر إلى الفاجعة، فاجعة الساخر يكتشف يوما ما، وخصوصا نعوذ بالله يكتشف في الآخرة أن الذي كان يسخر منه خير عند الله وأقرب، كيف سيكون حاله؟ لذلك هذا يدخل في الجملة المعترضة هنا في مقام التعليل للتخويف من الإقدام على السخرية. كيف تسخر من هذا وأنت لا تعلم حقيقة مقامه؟ لما تعلقت بالصور؟ والصور لا تدخل في معايير الرفع ولا في معايير الوضع. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، كل شيء ظواهر، ولكن ينظر إلى قلوبكم وما ينتج عنها من أعمال ترتبط بهذه القلوب. ميزان الاعتبار لا يتعلق بالصور في مقام الرفع ولا في مقام الوضع. لا تضع أحد بصورته ولا ترفعه بصورته. والسخرية واللمز والتنابز معظم هذه الآفات تتعلق بالظواهر الصور. ولا تلمزوا أنفسكم، تخويف آخر وفيه تحسيس بنوع من ألوان تجاوز الحس، معنى تلحس الحس العقلي الأول، أنا فاقد له، هذا الذي يلمز أخاه ويطعن عليه ويلعنه ويفحش في القول معه ويسلط لسانه البذيء عليه. إنما يلمز نفسه. لا تلمزوا أنفسكم، أحد تفسيرين إخوانكم الذين هم كأنفسكم، وهذا كثير في لغة القرآن. لا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا. وفيه تعليل أن الذي تفعله معه هذا هو من نفسك وهو كنفسك، وهو تأكيد للأخوة السابقة أن المؤمنون إخوة، كل هذه تلزمك بأن لا تفعل. هذه واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوهم فتستدعوا لمزهم لكم وأنتم السبب. لا تعبه فيعبك وأنت المتسبب، أنت البادئ. وقد قال صلى الله عليه وسلم المستباني ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم، فعل البادئ منهما. سيبقى لك الرد دائما يدفع عن نفسه ما لم يتجاوز، فعل البادئ منهما كل شيء عليه. ولا تلمز نفسك، لا تتسبب في أن تعرض نفسك لطعن الآخر لأنك الذي بدأته فتظلم نفسك. ولا تلمز أخاك الذي هو كنفسك، حرام عليك. معنى الإنسان أيعيب بعضه، نفسك يعني أنت بعضك تعيد بعضك، جزء منك تعيب، يدك تعيب، رجلك. لا يتصور إنسان أن يعيب نفسه. فلذلك هذا فيه تمثيل تنفيري في مقام الوعظ من مثل تعاطي هذه الآفات التي هي خطيرة، تمزق الإخاء وتقطع الصلة. قلنا الإخاء يقوم على، وتنأكد دائما، تواصل وتماثل. فالأخوة تجعلنا متقاربين متماثلين، وتجعلنا في وصل، والوصل يقتضي الود ويقتضي التقابل للتقاتل والتنازع. وهذه الأشياء كلها من منهج الإسلام في إقامة مجتمع مرحوم لعلكم ترحمون، تقل فيه أسباب الخلاف، ولا يتعاطى فيه الناس في مقاماتهم مجتمعاتهم،
وملاقاتهم، لأن كل هذا في المواجهة، ما يجعل بعضهم يتنقص بعضا، لأن هذا التنقص قد يفتح باب الحرب وباب البغي وباب تصفية البعض للبعض. وهو ما يصل مثل هذه النداءات الخاتمة بالنداءات القديمة، النداءات القبلية في تحريم التقاتل والبغي بين المسلمين والدعوة لإصلاح بينهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.